مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير منقوش جبنه حجم عائلي. منقوش كتير كتير سهله وبسيطه وبعجينه الخمس دقائق، كتير رائعه وطيبه بهيدا الشكل الرائع. عطول نحن معودين نعمل حجم عائلي بيتزا، هلا عملنا منقوشة الجبنة حجم عائلة للسحور، كتير كتير طيبة وأسهل من هيك منقوشي ما بعتقد فيه. عجينة كتير سهلة وبسيطة وبخمس دقايق بتخمر عنا العجينة بهيدا الشكل الحلو والرائع. بعدها سخنة كتير سخنة، شايفين روعة، وهيدا شكلها من الأسفل. عجينة طرية بتعقد وسخنة كتير، شايفين من عجينة كتير رائعة وطرية. وهيدا العجينة اللي عملتها بتقعد 3 أيام وبتبقى زي ما هي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا كوب حليب فاتر، هيدا الكوب اللي بدي استعمل فيه كل مقاسات، تقريبا ملعقة طعام خميرة، ملعقة ونص طعام سكر، نص ملعقة بيكنج باودر، ملعقتين مليانين زبدة، ملعقتين طعام. بحط ملح، حطينا حوالي ملعقة صغيرة ملح، كوب، 2 3. حطينا 3 أكواب طحين، بعجنهم مع بعض. خلصنا عجن العجينة. هذه العجينة كتير كتير سهلة بالتحضير، بدنا نشيلها ونحطها بجات لتخمر 5 دقايق، يعني منريحها بس 5 دقايق. بغطي العجينة وبحطها بمكان دافي ترتاح 5 دقايق فقط. هيدي العجينة بعد ما ارتاحت 5 دقايق، اكيد العجينة بس بدنا نريحها بنحطها بمكان دافي مش مكان بارد. هلا بدي مدها وشكلها. رح احطها على ورق الزبدة وبمدها على ورقة الزبدة. نقلت على الصينية لأعرف حجمها بالضبط قد الصينية بدي أعملها. بعد ما رقيتها للعجينة بهيدا الشكل على حجم الصينية، هلا بعملها بهيدي الطريقة. عنا هون جبنة مازاريلا وجبنة تشيدر، أي جبنة متوفرة عندكم بالدوب ممكن تستعملوها، وحبة البركة، وكمان بدنا ندخلها سمسم، نحط سمسم على الوجه. بخلط الجبنة مع بعض. برش حبة البركة. كمان سمسم. عم حمل الفرن على درجة حرارة 220 من الأعلى والأسفل. هلا بحطها بالفرن. هذه المنقوشة اللي عملتها أنا وياكم أخذت بالفرن حوالي 9 دقايق. منقوشة كتير كتير سهلة وبسيطة، عجينتها بتاخد 5 دقايق فقط لتخمر، ومنحطها بالفرن
9 دقايق. هيدي اسهل واسرع منقوشه بعملها انا وياكم. بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.